في هذه المباراة. خليني بس الأول أبدأ مع حضراتكم بالتشكيلة الرسمية لهذه المباراة. محمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد فتحي ناحية اليمين، علي معلول ناحية الشمال، ياسر إبراهيم ورامي ربيعة اثنين قلوب دفاع، ثم ثلاثي في وسط الملعب أليو ديانج، عمرو السولية ومحمود متولي، وعلى الأجناب جونيور أجاييه وجيرالدو، وفي الأمام أليو بادجي. إذن التشكيلة الرسمية للنادي الأهلي فيها تغير شوية الحقيقة عن المباريات السابقة. مرة تانية محمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد فتحي ناحية اليمين، علي معلول ناحية الشمال، رامي ربيعة وياسر إبراهيم اثنين قلوب دفاع، ثم ثلاثي في وسط الملعب بيلعب بثلاثة ارتكاز النهاردة، محمود متولي وأليو ديانج وعمر السولية، وعلى اليمين بيكون متواجد جونيور أجاييه، وعلى الشمال أو العكس يعني جيرالدو، ثم في الأمام أليو بادجي. بيعتمد ريني فايلر في هذه المباراة على السرعات وعلى الهجمات المعاكسة اللي هيعملها إن شاء الله في هذه المباراة. تشكيلة تبدو منطقية وتشكيلة تبدو واقعية الحقيقة. مباراة هتتلعب الساعة 3. النادي الأهلي الحقيقة خلال هذا الأسبوع بالكامل متواجد منذ يوم الاثنين أو الحد، كمان يوم الحد وهو متواجد في بريتوريا العاصمة أو المدينة التي ستلعب فيها هذه المباراة الهامة.